ونبقى في الشأن الميداني السوري، حيث بدد الجيش بعملية الجبهة الجنوبية أحلام الجماعات المسلحة وغير حسابات حليفها العدو الصهيوني، قاطعا خطوط الترابط المباشر وغير المباشر بينهما، وذلك من خلال تكتيكات ميدانية تعتمد على المجموعات الصغيرة المدربة التي استطاعت طرد الجماعات المسلحة من المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى. بدد الجيش السوري أحلام جبهة النصرة بإعلان إمارة الشام والتفرد بمناطق واسعة تمتد من الحدود الأردنية إلى أطراف أسوار دمشق، وغير حسابات العدو الصهيوني بعد أن أصبحت نيرانه على بعد عدة كيلومترات من حدود فلسطين المحتلة، فيما نجحت القوات المسلحة السورية لفك الارتباط المباشر وغير المباشر بين العدو الصهيوني من ناحية والجماعات التكفيرية من ناحية ثانية. وفق العلوم العسكرية، من يسيطر على التلال يسيطر على المناطق المحيطة بها، من خلف تل العروس وهناك في هذه الناحية التل المشرف على قرية الدناجي التي سيطر عليها الجيش السوري في الساعات الماضية. سيطرة الجيش السريعة في معارك الجنوب جاءت نتيجة اتباع تكتيك حرب العصابات، وذلك بالاعتماد على المجموعات الصغيرة المدربة والسيطرة على التلال والمرتفعات، ما سهل السيطرة على المناطق المحيطة بها. هي أهمية هذه التلال استراتيجية للغاية، هذه أهمية لرصد العدو الإسرائيلي، وتم السيطرة عليها من قبل المجموعات الإرهابية بسبب التغطية النيرانية من إسرائيل. الحمد لله رجعنا ثلاثة تلول من هالفترة، هي بهالأسبوع هذا يعني. تل مرعي وتل عطريز وتل السرجة وتلال العروس ودير ماكر ودير عدس والعريد والصياد، إضافة للتلال المشرفة على قرية الدناجي وبلدة كفر شمس، هي بعض المرتفعات التي أصبحت في حوزة الجيش السوري في ريف درعا، فيما تبقى عيون الجيش على تل الحارة آخر نقاط الفصل مع الأراضي المحتلة في فلسطين. المنطقة هو متوسطة ما بين ريف دمشق وريف لخلخة وريف درعا. اشتغلنا بعدة مناطق وبعدة قرى، أهم الدناجي، تل مرعي، تل سريج، تل العروس، دير ماكل، الهبارية. أكثر من 4000 مسلح يتبعون لكتائب جبهة النصرة ولواء العز ولواء الفرقان وما يعرف بجيش اليرموك، توزعوا على بلدات ريف درعا في الصيف الماضي ودخلوها حتى نزح المدنيون منها بشكل تدريجي. هاي السيارة كانت لجيش اليرموك، حررناها منه صارت لنا هلا ولسه الخير لقدام. لم يجد الجيش السوري صعوبة في عملياته بسبب خلو هذه البلدات من سكانها، فيما تمركز المسلحون بالمدارس والمنازل والأبنية المدنية وخلفوا عتادهم وذخيرتهم وبعض الصواريخ إسرائيلية الصنع التي حاولوا طمرها بالتراب ولاذوا بالفرار باتجاه المناطق الحدودية مع العدو الصهيوني. هدم الجيش السوري ما حاول المسلحون بناءه من إنجازات خلال أعوام ثلاثة بعملية عسكرية خاطفة أبعد فيها أي تلويح بتدخل بري على الأراضي السورية بحجة قتال داعش، كما تغيرت الحالة القتالية على جبهات الجنوب من الدفاع للهجوم بالنسبة للجيش السوري، قاطعا بذلك الاتصال والإمداد على مسلحي الغوطة بريف العاصمة ومطوقا دمشق بدائرة موسعة من الأمان.